بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور الثالث من مادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing. هذا الشابتر بعنوان Axially Loaded Members، الأجسام المحملة محوريا. ونبدأ بالمحاضرة الأولى والجزء الأول من هذا المحور. أولا، الأهداف العامة لهذا المحور General Objectives of this chapter. Upon completion of this chapter, it is expected that the students will be able first to calculate change in length of axially loaded members. Second, solve problems of statically indeterminate. Finally, calculate thermal stress and strain. سنتطرق في هذا الفيديو إلى تعريف Saint Venant Principle وإلى change in length of axially loaded members. نبدأ بـ Saint Venant Principle. الفكرة هي في هذا المبدأ، مبدأ سان فينان، هو أنه كل ما كنا بعيدين على نقطة تركيز القوة في الشد خصوصا، يكون توزيع الإجهاد أكثر استقرارا. لأنه على هذا الجسم مثلا لو شفنا المقاطع، يعني بتكون مستقيمة في المنطقة البعيدة من الفورس، من نقطة تركيز الفورس. أول ما نصير قريبين شوية تبدأ تتغير المقاطع، ما هي مستقرة. فيقول مبدأ سان فينان أنه كلما ابتعدنا على نقطة تركيز القوة صار توزيع الإجهاد أكثر استقرارا، بما أنه يعني هنا مثلا سيكون أقل استقرارا، هنا طبعا أقل استقرارا. لو شلنا هنا توزيع المقاطع غير مستقر، وتوزيع الإجهاد أيضا غير مستقر. أو أنه سيصير المقطع وتوزيع الإجهاد أكثر استقرارا لما نستعمل قوتين مثلا هنا بدل قوة واحدة. طبعا لو كان القوة موزعة على كل السكشن فيكون يعني uniform distribution، سيكون الإجهاد أكثر في استقرارا يعني، والأفرج يكون فورس على أريا. بالنسبة للchange in length of axially loaded members، طبعا هذا solid subjected to tension، الoriginal length معانا ينتج عنها إيش؟ استطالة دلتا. قانون الدلتا هو PL على A. أصل هذا القانون من فين؟ من الهوكس لو، اللي هو يقول سيجما تساوي فورس، الفورس عندنا P هنا، P على أريا. بالتالي فورس على أريا، طبعا قانون هوك هو سيجما يساوي إبسيلون ضرب الإي، بي على أريا يساوي دلتا إل على الأوريجينال لينث ضرب اليانكس مودلس. من هنا يأتي لنا القانون دلتا تساوي بي ضرب الإل على أي ضرب الإي. هذا قانون التغير في الطول أو الاستطالة. طبعا لما يكون معانا ملتي سيجمنت بار، بار مركبة من عدة مواد وعدة أشكال وعدة مقاسات، الفورس أيضا مختلف تمام على كل جسم، القانون هو إيش؟ مجموع الدلتا إجمالي التغير في الطول هو إيش؟ هو مجموع تغير في الطول لكل جسم، سيجما بي آي إل آي على AI EI.